السعادة تعتمد على أنفسنا. بدلاً من البحث عن السعادة في العلاقات والمواقف الخارجية، يجب أن نركز على بناء فضائلنا الداخلية مثل الحكمة، الشجاعة والعدالة. هذا يعزز استقلاليتنا العاطفية ويمنحنا القدرة على التخلي بسهولة عن ما لا يخدم تطورنا. تخيل أنك تواجه تحدياً كبيراً في العمل، مثل مشروع صعب يتطلب الكثير من الوقت والجهد. بدلاً من البحث عن التحفيز الخارجي، ركز على تطوير مهاراتك وتحقيق التوازن بين العمل والحياة. زينون الرواقي، بعد أن فقد كل شيء في حطام سفينة، وجد السعادة في تطوير نفسه وتعليم الفلسفة للآخرين. إن تعلم كيفية الاستفادة من الفشل وتحويله إلى فرص للنمو هو أحد أكبر الدروس التي يمكن أن نتعلمها. يمكنك تطبيق هذه الفكرة عن طريق تحديد الفضائل التي ترغب في تطويرها في نفسك.